العلماء ورثة الأنبياء، لأن هذه الأمة لا نبي فيها بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. نصيحة لمن كان على الاستقامة ثم انتكاس. نصيحتنا لهذا وغيره ممن قد رأوا النور والخير والهدى والراحة والطمأنينة والسعادة، محبة الخلق والفرح والسرور، أن يحمدوا الله جل في علا وأن يثبتوا. نصيحتي لمن تولى وترك، ماذا وجدت بعد الخير؟ ماذا وجدت بعد الصلوات الخمس؟ ماذا وجدت عند هجرك للقرآن؟ ماذا رأيت عند رفقة السوء؟ ماذا رأيت في الأزقة والطرقات وفي الملاهي وأماكن الضياع؟ ماذا وجدت من لذة محرمة؟ هل رأيت سعادة؟ هل عرفت سرورا؟ هل رأيت بهجة؟ إنما تفعله بنفسك يعتبر هلاكا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لذلك ينبغي لك أن ترجع سريعا، وأن تعد ما مر بك زلة، وأن تعد ما مر بك من صنيع الشيطان بك، فعليك أن تشمر الآن، وأن ترجع من جديد إلى حضيرة الخير، وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإياك أن تقنط كحال بعض من يقع في الذنوب بعد هداية، يقول ماذا سأفعل الآن؟ أنا فعلت كذا وفعلت كذا وارتكبت كذا، من الذي سيقبلني؟ الإخوة المستقيمون يقولون إياكم كذاب سيعود، إياكم لعاب يلعب، إياكم كذا. أنت تتوب بينك وبين ربك، أنت لا ترضي أحدا ولا ترجو نوالا من أحد ولا تبغي ثناء أحد. إن كنت صادقا فستقبل عليك القلوب، وإن كنت محبا للهداية فستفتح لك الأبواب وتستريح إليك الأنفس. فإياك من تثبيط الشيطان. انظر إلى ذاك الرجل الذي قتل 100 نفس، 100 نفس، وسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، قال هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ أخرج من أرضك فإن بها قوم سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. أخرجهم من بيئة السوء. أكثر من قد انتكس البيئة، أكثر من فارق الخير البيئة، أكثر من ابتعد عن النور البيئة المظلمة. تبتدئ برفيق سيء وتنتهي بغربة طويلة عن المساجد، عن قراءة القرآن، عن الصحبة الطيبة. ومع هذا كله، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. ومع هذا كله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومع هذا كله، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فلا تيأس ولا تقنط ولا تنزعج، أرجع من جديد وأقبل من جديد، فإن الله جل في علاه فتح أبواب التوبة فلا تغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللهم اهدي إخواننا ممن رأوا الخير وأبصروه وعرفوه، ممن رأى الهداية وأبصر الجمع والجماعات، ممن عرف السنة وأحب علماء السنة، ممن أحب الخير بالصدقات والعمرات. اللهم ارجع بهم إلى حضيرة الخير.
اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم أبعد 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 الظنون السيئة، وابعد يا رب العالمين ما يوحيه الشيطان إليهم بأنهم لا يرجعون. اللهم خذ بأيديهم إلى الخير والصلاح، إنك ولي ذلك والقادر عليه.